ده كده الصح، عملنا لك اشعه على المخ عشان نطمن، احسن ما يكون في حاجه والعياذ بالله. هتقعدي معانا تحت الملاحظه لحد بكره، والدكتور الصبح هيجي يبص على الاشعه ويطمنا، ولو تمام هتطلعي على طول. اشمعنى صلاح؟ اسمع مني يا باشا، الواد ده مش سوي، والله العظيم الواد ده مش سوي. الواد ده اكيد يعرف حاجات احنا ما نعرفهاش، صدقني يا باشا صدقني. هي لما عرفت ان انا اتجوزت عليها انهارت يا باشا. ما هي في الاول وفي الاخر ست، الله يرحمها الله يرحمك يا نعمة. اتجوزت عليها؟ اه. كمل 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 يا صلاح. انا ما اعرفش موضوع انه اتجوز عليها ده، بس اللي متاكد منه اللي لو نعمة كانت عرفت حاجة زي دي ما كانتش هتسكت ابدا. صلاح ده غلبان، مفيش في ايده حاجة، ونعم الله يرحمها كانت روحها فيه. عشان كده هي قررت انها تنتحر يا باشا. يعني انت عايز تفهمني انها لما عرفت ان انت اتجوزت رمت نفسها في النيل؟ انا لما قريت الرساله سعادتك ما كنتش عارف انها هتعمل كده بجد، كنت فاكرها بتقول اي كلام. رسالتي دي؟ بعتت رسالة يا باشا وقالت انها تنتحر عشان انا اتجوزت عليها. قالت والله لانتحر يا صلاح عشان اوجع قلبك طول عمرك. اهي يا باشا ثانية واحدة. ازعل هو انت بتعمل ايه؟ ببعت رسالة لنفسي من تليفونها عشان لما ما يلوهاش ابقى انا في الامان. هاتي محفظة. الله يرحمك يا نعم. نعمة مش ممكن تنتحر، لا نعمة الله يرحمها كانت شخصية قوية وبتواجه، مش ضعيفة، مش زي الناس الخايبة اللي ممكن يموتوا نفسهم. عايز مراتك التانية؟ حاضر يا باشا اكلمها لك حالا. لا 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 تتعبش انت نفسك، هات مرتها واحنا هنخلي حد يكلمها ويجيبها.